والثالث؟ السؤال الثالث بعض الدعاة يعني قصاص ويقوم محاضرات يكثر فيها الضحك والمزح وأسماء المحاضرات مثل الحب عذاب وما مثال هذا، ما حكم هذا؟ أحسن الله إليكم. له سؤال آخر، يقول بعض الدعاة أثناء محاضراتهم وأثناء دعواتهم وأثناء الملتقيات يدخلون في حديثهم بعض النكت وبعض الضحك، فما صحة ذلك وما حكمه؟ إذا غلب الضحك وغلب المضحكات هذا ينقلب من وعظ إلى مهزلة، هذا لا يجوز، هذا من العبث. الوعظ جد وتذكير تخويف بالله عز وجل، ما هو مجال للضحك. لكن لو عرض له تبسم في بعض الأمور أو ذكر بعض القصص التي فيها عجب وتبسم منها ما في مانع. نعم.